أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، والبداية بالعناوين. المدى العراقية، الملف المنسي، النازحون العالقون في مخيمات العدم. العرب اللندنية، استهداف البعثات الدبلوماسية يفجر أزمة بين بغداد وطهران. وفي تقرير لصحيفة الإمارات اليوم، الناتو يتجه إلى قيادة التحالف الدولي في العراق بدلا من واشنطن. من المقالات يكتب أثير ناظم في المدى العراقية كسر الحواجز، وتتساءل مينا العريبي في الشرق الأوسط ماذا لو أغلقت واشنطن سفارتها في بغداد. فاصل قصير نتابع بعده التفاصيل. قالت صحيفة المدى العراقية إن الملف المنسي هو النازحون العالقون في مخيمات العدم، فبعد أن كانت قصصهم مادة رئيسة في وسائل الإعلام، تراجع ذكرهم في الأشهر الماضية، ولم يعد لهم حضور في المشهد السياسي إلا في مزايدات سياسية تعاملهم كأرقام انتخابية. بيّنت صحيفة القدس العربي أن الكاظمي أقال عددا من القادة العسكريين ودعوات لحل الحشد الشعبي ودمجه مع الأجهزة الأمنية في خطوة اعتبرها البعض بالجريئة، ويؤكد مراقبون أن الكاظمي يسعى إلى تحجيم دور تلك القيادات. قالت صحيفة العرب اللندنية إن استهداف البعثات الدبلوماسية فجر أزمة بين بغداد وطهران، حيث باتت تشكل عبئاً إضافياً على حكومة الكاظمي الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقات قوية ومتوازنة مع الولايات المتحدة ووضع حد لتغول الميليشيات. ونبقى في العرب اللندنية التي أكدت أن المالكي والعامري يبحثان عن دعم العشائر للإطاحة بالكاظمي في أوساط عشائرية جنوب العراق وفي صفوف ضباط الأجهزة الأمنية لجس النبض بشأن إمكانية تنفيذ انقلاب ضد حكومة الكاظمي. أوضحت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن القوى الشيعية ترفض مشاركة الكاظمي في الانتخابات وتمنعه من تشكيل حزب سياسي. وأفادت تقارير أن الكاظمي بدأ بتشكيل حزب جديد يضم عددا من المقربين، وتخشى القوى الشيعية من اتساع شعبية الكاظمي بعد التصدي للجماعات المسلحة. قالت صحيفة عكاظ السعودية إن صفقة أسلحة فرنسية للعراق لتسليح الجيش العراقي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد مؤخرا، مضيفة أن الاتصالات جارية بين البلدين في هذا الشأن للتنويع في منشأ الأسلحة الخاصة بمجال صناعة الطائرات والسفن الحربية. تساءلت صحيفة القبس الكويتية هل تأتي ضربة ترامب لإيران من العراق؟ وبشأن ذلك يرى ديفيد إغناطيوس الكاتب المتخصص في الشؤون الخارجية عبر مقال بصحيفة واشنطن بوست أن المواجهة في العراق تمثل مخاطر محتملة في كل اتجاه، ما يجعل العراق ساحة للمواجهة الأمريكية الإيرانية. قالت صحيفة الإمارات اليوم في تقرير لها إن الناتو يتجه إلى قيادة التحالف الدولي في العراق بدلا من واشنطن، ويأتي ذلك في إطار وثيقة عمل بعثة الحلف في العراق بناء على رغبة الإدارة الأمريكية كحل وسط لمعالجة إشكالية الفراغ المحتمل في ظل اتجاه واشنطن نحو تقليص وجودها العسكري في العراق. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
من المقالات تكتب باهرة الشيخ لي في العرب اللندنية صورة جانبية للفساد في العراق، وترى الكاتبة أن الفساد والإهمال والميليشيات والأحزاب وعدم وجود مسؤولين مهنيين أدى إلى سرقة واردات المنافذ الحدودية، وأن مزاد العملة الذي تعتمده الحكومة في العراق مثل كارثة الكوارث الكبرى، إذ لا توجد دولة في العالم تبيع عملتها الصعبة بالمزاد، فضلا عن أن الفساد منتشر كالوباء في أجهزة الحكومة التي تديرها مافيات من أعلى الهرم إلى أسفله. ويكتب أثير ناظم في المدى العراقية كسر الحواجز، ويرى الكاتب أن العراق بحاجة لصناع قرار ومؤسسات قرارية تشعر أولا وأخيرا بالمسؤولية تجاهه كبلد ضامن للجميع، فسياسة المحاور والاتجاهات ستجعل من العراق أرضا للصراع، وبالتالي على صانع القرار أن يتخذ خطوات جريئة وإرسال رسائل واضحة بعدم التدخل بالشأن العراقي وإبعاده عن الصراعات. وتتساءل مينا العريبي في الشرق الأوسط، ماذا لو أغلقت واشنطن سفارتها في بغداد؟ وتضيف بالقول توقيت التوجه الأمريكي مرتبط بتطورات عراقية وأمريكية، فداخليا العراق على أبواب شهر تشرين الأول وسط استعدادات نشطاء للنزول مجددا إلى الشارع، بينما الأحزاب والميليشيات حشدت للنزول إلى الشارع وقلب المظاهرات من طابعها السلمي لتصبح مسلحة أو على الأقل مسيسة. أما خارجيا فلا شك بأن الانتخابات الأمريكية ستلقي بظلالها على العراق. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الكاتب الصحفي إياد الدليمي، يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من الدوحة الكاتب الصحفي إياد الدليمي. مرحبا بك سيد إياد إلى هذا الحوار. حياك الله أخي العزيز، وحيا الله مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. نبدأ من صحيفة المدى العراقية حيث تقول إن الملف المنسي هو النازحون العالقون في مخيمات العدم، والذين لم يعد لهم حضور في المشهد السياسي إلا في المزايدات السياسية التي تعاملهم كأرقام انتخابية. لماذا برأيك؟ يعني أعتقد أن قضية النازحين في العراق تحولت إلى قضية فساد كبرى، وعندما أقول قضية فساد كبرى فإنني أعني ذلك تحديدا. هناك اليوم ما يقارب وفق الإحصائيات الرسمية لوزارة الهجرة والمهجرين ما يقارب نحو 700 ألف نازح عراقي، وأنا أتكلم بأرقام رسمية دقيقة. هذه الأرقام تؤكد أن هناك ما يقارب 77 مخيم للنازحين. هؤلاء النازحين تحولوا إلى أرقام منسية فعلا، وإنما يعني يعاد التفكير بهم وربما يعاد بطرح قضاياهم كلما قربت الانتخابات. قضية النازحين أيضا هي قضية فساد كبرى، طبيعة الحال هذه المخيمات الكبيرة الموجودة في مختلف المدن العراقية بحاجة إلى تمويل، بحاجة إلى توفير خيام، بحاجة إلى توفير سلال غذائية. الأرقام تؤكد أن السلة الغذائية التي يتم إيصالها إلى هؤلاء النازحين وتؤخذ من الدولة أرقام يعني تصل إلى 40,000 دينار للسلة الغذائية الواحدة، علما أن هذه السلة الغذائية قد لا تتجاوز في أحسن الأحوال 20,000 دينار. بالتالي أعتقد أن قضية النازحين هي قضية فساد كبرى وعليها علامات استفهام كبيرة. كنا نتمنى بعد انتهاء المعارك ضد الإرهاب أن يعني يتم إعادة هؤلاء إلى مناطق سكناهم، ولكن للأسف ما زالت الحكومة والجهات المعنية والجهات التنفيذية تماطل، وأعتقد أن وراء هذه المماطلة أهداف، بعضها أهداف فساد وبعضها أهداف تغيير ديموغرافي وبعضها
يعني ربما لحالات انتقام وعدائية. نعم، نتحول إلى صحيفة القدس العربي التي تقول إن الكاظمي يقيل عددا من القادة العسكريين، وهناك دعوات لحل الحشد الشعبي ودمجه مع الأجهزة الأمنية، وهي خطوة اعتبرها البعض أنها تسعى لتحجيم الأدوار. ما الغاية من هذه الخطوة؟ يعني إلى الآن الخطوات التي يقوم بها السيد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة، يعني أنا أرى أنها قاصرة. إلى الآن هذه الخطوات لم تعالج أس المشاكل التي يعاني منها العراق. بالتأكيد العملية ليست سهلة والعملية معقدة. عملية تغيير بعض القيادات الأمنية مطلوبة، عملية تغيير بعض قادة الحشد ضرورة وليست مطلوبة فقط، ولكن الأهم من هذا كله هو عملية حصر السلاح بيد الدولة، عملية ملاحقة الخلايا الإرهابية، الخلايا الميليشياوية التي ما زالت تهدد أمن وسلامة ليس المواطن العراقي وحسب، وإنما العراق كله. شاهدنا يعني قبل أيام عملية القصف التي استهدفت أحد المنازل في منطقة الرضوانية قرب مطار بغداد الدولي. هذه العملية الإجرامية التي إلى الآن لا نعرف من يقف وراءها، وإن كنا على يقين أن هي ذات الخلايا التي تستهدف السفارة الأمريكية وتستهدف مطار بغداد هي التي تقف وراء مثل هذه العملية. بالتالي أعتقد أن الحلول الترقيعية التي ربما يلجأ إليها السيد مصطفى الكاظمي من قبيل إقالة هنا وإقالة هناك، وبعد انتشار فضائح هذا القائد أو ذاك القيادي، هذه تبقى حلول ترقيعية ناقصة بحاجة إلى حلول جذرية. هذه الحلول الجذرية أنا أعتقد أن السيد مصطفى الكاظمي على عظم المهمة وصعوبتها التي يقوم بها حاليا ويواجهها، إلا أنه مدعوم برغبة شعبية حقيقية تسعى إلى استعادة هيبة الدولة. هيبة الدولة العراقية اليوم شبه معدومة، إن لم نقل أنها فعلا معدومة، وشاهدنا ما جرى في قضية سجاد العراق في محافظة الناصرية، وكيف أن قوات مكافحة الإرهاب فشلت حتى في العثور عليه أو إطلاق سراحه. أعتقد أن عملية تغيير القادة الأمنيين ضرورة، والأكثر ضرورة من ذلك هو عملية تحجيم نفوذ بعض الفصائل المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي. نعم. طيب، في صحيفة العرب اللندنية هناك عنوان استهداف البعثات الدبلوماسية يفجر أزمة بين بغداد وطهران، وذلك سيشكل عبئا إضافيا تقول الصحيفة أيضا على حكومة الكاظمي. إذن كيف يستطيع الكاظمي التحكم بالقرار السياسي بين ما تريده أمريكا وبين ما تريده إيران؟ يعني عملية التحكم بالقرار السياسي في ظل هذه الثنائية الأمريكية الإيرانية بالتأكيد العملية صعبة ومعقدة جدا. شاهدنا قبل أيام ما الأخبار التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن غلق السفارة الأمريكية في بغداد، عن إعطاء الكاظمي مهلة لعملية إقصاء وحصر السلاح ومطاردة الفصائل التي تستهدف السفارة. أنا تقديري أن مثل هذه الأخبار كانت عملية ضغط على هذه الفصائل، على إيران التي تدعم وتمول مثل هذه الفصائل، للاستشعار أن هناك خطر جدي على منظومة الاستقرار بشكل كامل ليس في العراق وحسب، وإنما حتى في إيران. بالتالي عملية مسك العصا من المنتصف لم تعد يعني مقبولة من قبل واشنطن. على السيد الكاظمي أن يختار، إما أن يعني يكون رئيسا لوزراء العراق الذي يحاول أو يجب أن يتمتع بعلاقات طبيعية سواء مع واشنطن أو طهران، أو أن عملية يعني تحريك أطراف اللعبة من قبل طهران في داخل العراق لم تعد مقبولة. وأعتقد أن الرسالة الأمريكية وصلت، وأن الرسالة التي سربت من قبل بعض وسائل الإعلام والتي تحدثت عن أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ الكاظمي بصريح العبارة أن الأمريكان لن يعودوا مستعدين للقبول بهذا الوضع. أعتقد أن على السيد الكاظمي أيضا أن يختار الآن، لن يعد لديه مجال للمناورة. طيب، ماذا بشأن إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد؟ يعني أنا تقديري أن يعني أو على الأقل يعني كما سرد أن هناك مخطط ربما يسعى الطرف الإيراني اللاعب القوي في الساحة العراقية لإحراج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات، والقيام بعمل ربما يكون مشابه لعملية اقتحام السفارة في طهران أو حتى تفجير
السفارة الأمريكية في بنغازي في ليبيا، ربما يكون هذا السيناريو وارد. ولكن أيضا في نفس الوقت ربما أيضا هو سيناريو محاولة الضغط ومزيد من الضغط على هذه الفصائل ومن خلفها إيران، بأن أمريكا إما إذا ما قررت فعلا الذهاب إلى أربيل وإغلاق السفارة مؤقتا، فإن الكثير من الرؤوس ربما تطير. هي بتقديري هي عملية ضغط لا أكثر. إلى الآن يعني السفارة الأمريكية لم تغلق، الأمور تجري بشكل طبيعي، السفير الأمريكي موجود في بغداد، لكن ما سرب المعلومات في تقديري هو عملية ضغط لتأكيد أمريكي مرة أخرى على أن واشنطن هذه المرة ربما لن تقبل بالمزيد من استباحة وجودها في العراق. نعم سيد إياد، ما زلنا في العرب اللندنية، هناك عنوان: المالكي والعامري يبحثان عن دعم العشائر للإطاحة بالكاظمي، وذلك في أوساط عشائرية جنوب العراق وأيضا في صفوف ضباط الأجهزة الأمنية. برأيك لماذا انقلبت الدولة العميقة على الكاظمي؟ أنا لا أرى أن هناك انقلابا حقيقيا على الكاظمي من قبل الدولة العميقة، لسبب بسيط، أن هذه الدولة العميقة تدرك أيضا أن الكاظمي ربما يشكل الفرصة الأخيرة لها وللعملية السياسية برمتها في العراق. بالتالي هي وإن صرحت شيء لوسائل الإعلام أو سربت بعض المعلومات لوسائل الإعلام، ولكن في تقديري أنها تدرك أن بقاء السيد الكاظمي وعبور هذه المرحلة الخطيرة جدا يضمن لها على الأقل بقاء ونفوذا لمرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة. مثل هذه المعلومات التي تنتشر هنا وهناك أنا برأيي مبالغ بها جدا، وهي معلومات إلى الآن يعني تفتقر إلى المصداقية الكاملة حتى نتأكد من هذا القدر، وهي بقيت معلومات يعني تتحدث عن مصادر وعن نقولات إلى الآن أنا برأيي أنها مصادر مجهولة غير معلومة، وأعتقد أنها جزء من عملية المناورة التي تقوم بها الدولة العميقة لإظهار أن الكاظمي غير مرغوب به من طرفها، وهي في حقيقة الأمر وإن كانت لا ترغب بالكاظمي ولكنها تدرك أن الكاظمي هو فرصتها الأخيرة. ننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج البحرينية التي تؤكد أن القوى الشيعية ترفض مشاركة الكاظمي في الانتخابات وتمنعه من تشكيل حزب سياسي. هل تخشى القوى الشيعية من اتساع شعبية الكاظمي؟ بالضبط هذا ما أشرت إليه قبل قليل. هذه القوى لديها فيتو على الكاظمي أن لا يرشح للانتخابات القادمة. هي فعلا تخشى من شعبية الكاظمي إذا ما يعني نجح خلال الفترة المتبقية له من ولايته في تحقيق شيء على صعيد الخدمات، على صعيد الأمن بالنسبة للمواطن العراقي. المواطن العراقي يعني خرج من طوره، خرج في تظاهرات واسعة جدا استمرت لقرابة 7 أشهر رافضا للعملية السياسية وأحزابها التقليدية. ربما يرى البعض أن الكاظمي قد يشكل رافعة لمعنويات الشارع العراقي المنهارة والمحبطة تجاه العملية السياسية، وبالتالي إذا ما رشح إلى الانتخابات المقبلة قد يحصد أصوات تؤهله لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، حكومة يعني أقوى من الحكومة الحالية التي ربما فرض الكثير من شخصياتها عليه. نعم ننتقل إلى صحيفة عكاظ السعودية التي عنونت: صفقة أسلحة فرنسية للعراق والاتصالات جارية بين البلدين في هذا الشأن، وذلك للتنويع في مناشئ الأسلحة الخاصة في مجال صناعة الطائرات والسفن الحربية. ما الغاية من صفقة الأسلحة الفرنسية للعراق في هذه الأوقات بالذات؟ يعني أعتقد أن يعني موضوع الصفقة الفرنسية إلى الآن يعني هو ربما يعني لم نصل إلى مرحلة التوقيع وعملية الشراء بشكل فعلي، ولكن أعتقد إن ما وصلنا إلى تلك المرحلة فهي ربما محاولة من حكومة السيد مصطفى الكاظمي لاصطفاف فرنسي أقوى مع العراق، خاصة وأن الدعم الذي يعني حظي به السيد مصطفى الكاظمي من قبل الكثير من دول المجتمع الدولي كان يعني جيدا وربما كبيرا في مرحلة معينة، وشاهدنا زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد وهي ربما تشكل أيضا دعم فرنسي واضح وكبير جدا. طبعا فرنسا أكيد يعني تحاول أيضا أن تجد لها موطئ قدم في الساحة العراقية، هي تدرك جيدا أن العراق يعني بلد لديه الكثير من المقومات التي يمكن أن تجعله واحدا من البلدان التي يعني يسيل لها لعاب الدول الكبرى واستثماراتها واقتصادها.
بالتالي ربما يعني تجد فرنسا أن وجودها في العراق يمكن أن يؤهلها للعب دور أكبر، وربما تكون يعني هذه الصفقة بداية لمثل هذا الدور الفرنسي المقبل في العراق. نعم، صحيفة القبس الكويتية تتساءل هل تأتي ضربة ترامب لإيران من العراق وجعل العراق أيضا ساحة للمواجهة الأمريكية الإيرانية، هل سيكون العراق ساحة صراع أمريكي إيراني؟ هو لن يكون ساحة صراع، هو بالفعل ساحة صراع أمريكي إيراني، ليس الآن، وإنما يعني إذا عدنا إلى ما يقارب عام مضى، الساحة العراقية هي ساحة تصفية حسابات أمريكية إيرانية، التصعيد والتصعيد المتبادل من قبل هذا الطرف أو ذاك على الساحة العراقية، كل ما نشهده من عمليات يعني تجري على الساحة العراقية هي عمليا هناك صراع، وهذا الصراع تحول في كثير من الأحيان إلى صراع مسلح. شاهدنا عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني على أرض مطار بغداد الدولي، وشاهدنا أيضا عمليات القصف التي استهدفت السفارة الأمريكية، شاهدنا عمليات استهداف الأرتال الأمريكية، هذا كله يعني يؤكد أن هناك فعلا صراع أمريكي إيراني على الساحة العراقية. أما مدى هذا الصراع، هل يمكن أن يتفجر إلى مديات أوسع؟ هل هذا يعني إلى الآن تقديري أن السيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقبل على الانتخابات هو لا يريد حاليا على الأقل في هذه اللحظة الراهنة أي إزعاجات من هذا الطرف أو ذاك لغاية ما يعني ما تنتهي مثل هذه الانتخابات، وفي نفس الوقت هناك الطرف الإيراني الذي ربما يحاول أن ينتظر ما ستسفر عنه نتائج انتخابات نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. طهران تتمنى أن يعني يتم استبدال الرئيس ترامب بالمرشح الديمقراطي جو بايدن التي ترى فيه أنه يمكن أن يعيد الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أما في حال بقاء دونالد ترامب فأعتقد أننا قد نشهد مزيد من عمليات الضغط الأمريكي، وفي ذات الوقت نشهد مزيد من عمليات الضغط الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا الساحة المفضلة بكليهما هي العراق. نعم، أخيرا عنوان في صحيفة الإمارات اليوم، الناتو يتجه إلى قيادة التحالف الدولي في العراق بدلا من واشنطن، وذلك كحل وسط لمعالجة إشكالية الفراغ المحتمل بعد تقليص أمريكا لوجودها العسكري في العراق. هل سيكون للناتو تأثير في حماية العراق من التدخلات الإيرانية برأيك؟ طبعا أنا إلى الآن أشكك بأن الناتو يمكن أن يستلم قيادة التحالف في العراق لسبب بسيط جدا. الولايات المتحدة الأمريكية عززت من وجودها في قاعدة عين الأسد غرب العراق، وأيضا عززت من وجودها العسكري في قاعدة عنكاوة في أربيل، وهي خففت وخفضت من وجودها في قواعد أخرى ربما تكون أسهل استهدافا بالنسبة للميليشيات الولائية المدعومة من إيران. بالتالي موضوع أن الناتو يحل محل الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة التحالف، أنا أعتقد أن هذا ربما لن يكون، وإذا كان فلن يكون في المستقبل القريب على الأقل. ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في العراق، ما جرى من عمليات تحصين وتدريع لقاعدة عين الأسد يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية غير راغبة على الأقل في المستقبل المنظور في ترك العراق، لأنها تدرك أن لا أحد سيملأ الفراغ الذي يمكن أن تخلفه القوات العسكرية الأمريكية سوى إيران، وإيران طبعا بالتأكيد هي مسيطرة بشكل كبير جدا على الأرض في العراق من خلال الميليشيات والفصائل الولائية التابعة لها. بالتالي لا أعتقد أن الناتو يمكن أن يلعب مثل هذا الدور، ولا أعتقد أن الناتو معني حاليا بالدخول إلى الحلبة العراقية، لأنها حقيقة حلبة مزعجة وحلبة مكلفة جدا على كل من يحاول أن يقترب منها. نعم، في ختام الحوار أشكرك سيد إياد الشكر الجزيل لانضمامك إلينا. حياكم الله، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا والشكر موصول لكم، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من أسبوع الصحافة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.